حياكم الله من جديد مشاهدينا. بنرجع مجددا عند نديبنا سعود المتواجد في مدرسة عبد الله بن علي المسند الإعدادية الثانوية المستقلة للبنين في الخور، ليطلعنا على المسابقة الأولى للاختبارات العالمية الإلكترونية على مستوى قطر. حياك الله يا سعود. يا مرحبا يا نيلة ودعاء، رحب فيكم ورحب مشاهدينا الكرام. وتقيم مدرسة عبد الله بن علي المسند المسابقة الأولى للاختبارات العالمية الإلكترونية البيزا. بنتعرف أكثر على هذه المسابقة معي السيد إبراهيم المهندي، مدير وصاحب ترخيص مدرسة عبد الله بن علي المسند الإعدادية الثانوية المستقلة للبنين. في البداية هنرحب فيك، لو تعرفنا عن المسابقة. حياكم الله وأهلا وسهلا في مدرستنا، وأهلا وسهلا بالضيوف والمشاهدين الكرام. المسابقة جاءت بارك الله فيك نتيجة استعداد وإعداد الطلبة في جميع المدارس للاختبارات البيزا التي سوف تقام العام القادم 2015، وهذا من ضمن الاستعدادات وتجهيز الطلبة لمثل هذه الاختبارات. فكرة المسابقة على أساس أن الدخول ولأول مرة الاختبار الإلكتروني راح تطبق بنظام السنة القادمة لأول مرة تطبيقها بشكل إلكتروني. فجاءت الفكرة، طيب لماذا لا نعد الطلبة من العام الحالي على مثل هذه الاختبارات واستخدام التكنولوجيا واستخدام الجانب الإلكتروني لإعدادهم للعام القادم. فجاءت هذه الفكرة، تواصلنا مع مكتب اختبارات الدولية في هيئة التقييم، رحبوا بهذه الفكرة، تواصلنا مع المدارس بنين وبنات، فما شاء الله وجدنا الترحاب لهذه الفكرة ومشاركتهم بشكل فعال ولله الحمد. الآن تقام المسابقة، عندنا الختام في هذه المدرسة، الختام أيضا في مدرسة الخور الإعدادية للبنات. فهذه الختام اليوم راح نطبق الختام. فكرة المسابقة بشكل مبسط 60% نركز على الجانب الإلكتروني، فبالتالي أطلقنا عليها المسابقة الإلكترونية. 40% للجمهور ورقي، فبالتالي طلبنا من كل مدرسة تشارك في بأكثر من 10 من الطلبة، نركز على 3 طلبة فقط يدخلون الجانب الإلكتروني، بقية الطلبة يتم تطبيق الاختبار الورقي، وهذا من أجل أن تعد المدرسة الطلبة بشكل بعدد أكبر وليس التركيز على 3 طلاب أو 4 طلاب. صحيح، بس لو تعرف مشاهدينا الكرام، هل ان هذه المسابقة لها مواد معينة ولا مواد عامة؟ هذه المسابقة بارك الله فيك تركز على 3 مواد: الرياضيات، العلوم، القراءة، وهذا بشكل دولي، ولا تركز على المنهج، بل بتركز على ايضا طريقة حل مهارة حل المشكلات. تركز على اساس ان الطالب في
عام 15 يعني اللي عمره 15 سنة ما هي المهارات التي اكتسبها. فبالتالي دولة قطر من 2006 بدأت تشترك في هذه المسابقة، والمسابقة هي مش مسابقة، هي اختبارات دولية. احنا يمكن من هذه المسابقة عبارة عن نوع من الإعداد للطلبة على أساس أن يدخلون للاختبارات ويؤدون إن شاء الله ونحصل على نتائج أفضل، وهذا طبعا راح يؤدي إلى ترتيب أفضل على المستوى العالمي. لو تعرفنا عن قبول الطلاب، شلون كان، شلون شافوا هذه المسابقة الإلكترونية؟ طبعا لو لاحظنا الآن ومع تطبيق الآن التابلت داخل المدارس والجانب الإلكتروني، الطلبة ما شاء الله مبدعين في هذا المجال ويحبونه بشكل جيد. الآن احنا نطبق فقط 3 طلاب الجانب الإلكتروني، ولكن بقية الطلبة على الجانب الورقي على أساس نشارك أكبر كم من الطلبة، لكن وجدنا ما شاء الله القبول الطيب لدى الطلبة. لو تعرفنا عن أساسيات، على أي أساس يتم اختيار الطلبة المتأهلين؟ نظام المسابقة عملناها على أساس الآن المرحلة الأخيرة، بدأنا من يوم الأحد ويوم الأثنين. اليوم الأحد شاركت معنا 10 مدارس، اليوم الأحد 11 مدرسة، يوم الأثنين 10 مدارس، فبالتالي 21 مدرسة. 21 مدرسة ومن كل مدرسة 10 طلاب. إذا تكلمت الآن، وهذا ينطبق أيضا على مدارس البنات، شاركوا معنا تقريبا 6 في اليوم الأول و7 في اليوم الثاني، فأصبح نتكلم عن ما يقارب 400 طالب وطالبة شاركوا في هذه المسابقة. فهذه فكرة طيبة، أنه والله أيضا تنقل هذه التجربة لإخوانهم داخل المدارس، وأيضا هذا المدارس لا تركز على فقط العشر طلاب، هذه العشر طلاب اللي داخلين المسابقة فقط، لكن أيضا هناك تدريبات تقام في المدارس، وهناك أيضا مسابقات وبرامج تقام في المدارس على أساس رفع المستوى وتحفيز الطلبة للمشاركة وأداء الاختبار بشكل مناسب إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، والله يوفقكم، والله يقويكم. مشاهدينا الكرام، مثل ما تعرفنا على تفاصيل المسابقة الإلكترونية الفيزا، والحين بأخذ معي أحد طلاب، حمد المريخي، حياك. هو أحد الطلاب اللي مشارك ومتأهلين للمرحلة النهائية. في البداية نرحب فيك، لو تكلمنا عن المسابقة الإلكترونية. أول شيء حبيت أهني المدرسة لأن اختارونا في اختبار الفيزا، وأشكر باسمي طلاب زملائي، وأشكر المدرسة في اتاحتنا الفرصة، وأشكر أستاذ باسم البلوي على أعطانا الفرصة، تدربنا وعلمنا كل شيء، وأشكر أستاذ محمد عبد الحي، أستاذ عبد الرحمن رزوق، أستاذ علي الشمري. يستاهلون. أنت الحين مستعد حق المرحلة النهائية؟ إيه مستعد إن شاء الله. شلون استعدادك؟ كلمنا عن استعدادك. إيه عندنا 3 مواد، عربي وعلوم ورياضيات، وإحنا المرة اللي طافت جبنا 95، إن شاء الله المرة 100. الله يعطيكم العافية، والله يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مثل ما تعرفنا على تفاصيل المسابقة الإلكترونية العالمية الفيزا، وهذا اللي عندي، وارجع للخوات الاستديو. يعطيك العافية يا سعود، كل الشكر لك ولضيفك وللطالب بعد اللي يعني طلع وتكلم، يعني انه هو فرحان بمشاركته في هذه المسابقة. هو يعني يعتبرها فرصة، ودليل الشكر انه يعني شكر كل اللي ساهموا في انه هو شارك، واللي خلينا نقول انه يتم ترشيحهم من قبل المدرسين، كل اللي رشحوه. هي مسابقة، لكن مثل ما ذكر ضيفنا ان هي اساسا اختبارات دورية، يعني هم بدوها هالسنة هذه تحت مسمى مسابقة عشان يحفزون الطلاب انهم يعني يشتركون فيها، لكن هي اساسا هي اختبارات دورية، يعني بتكون ان شاء الله من السنة قال 2016 تقريبا او 2015، السنة الجاية 2015 إن شاء الله وما بعدها. يعني إذا خلينا الحين ننتقل إلى تقرير آخر، تأكيدا على برنامج المدارس المعززة للصحة. نظمت مدرسة أروى بنت عبد المطلب الثانوية للبنات معرضا صحيا شمل مشاركة العديد من الجهات العاملة في قطاع الصحة، وذلك بهدف توعية طلاب المدارس بالسلوكيات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى ربط المؤسسات الحكومية والغير حكومية بالمجتمع. خلونا نشوف هاي التقرير مع بعض. لقينا دعوة من
مدرسة أروى الثانوية لحضور المعرض الصحي في المدرسة، وخذوا البنات لفة في المعرض. أكثر قسم عجبهم هو التنفس الرئوي أو الانعاش القلبي مع التنفس الصناعي، وخذوا فحص على النظر ولفوا على القسم كامل في المعرض وعجبوا فيه البنات. طبعا من جهتنا من جامعة قطر كلية الصيدلة حبينا ان احنا نشارك على اساس ان احنا نوصل رسالة الكلية لطالبات الثانوية العامة، خاصة طبعا ليفل 12 او الفصل الثالث ثانوي، نعطيهم فكرة عن الدراسة في كلية الصيدلة وعن المستقبل اللي تنتظر الطالبة خلال فترة الدراسة وحتى ما بعد فترة الدراسة. بالإضافة التي حبنا أن احنا أيضا نستقطب الطالبات القطريات خاصة وأن حين في بعض الجهات قامت تعرض سبونسرشيب للطالبات القطريات، منها طبعا سدرة ومستشفى حمد العام أو مؤسسة حمد الطبية، بحيث أن الطالبة تدرس عندنا في جامعة قطر وبعدين طبعا تخرج لسوق العمل تكون الوظيفة في انتظارها. ناس يعني ما شفنا دعاء التقرير اللي هو عن الصحة، خصوصا تعزيز الصحة عند الطالبات هو شيء حلو، وشفتي الأشياء يعني الأجهزة اللي موجودة للإنعاش، هاي شيء مهم. أنا يعني أشوفه تعلمته بالفعل من الابتدائي يوم قستي الضغط ذاك. خلي الضغط شيء، لا الإنعاش علمونا من الابتدائي. أخبر يعني كانت مدرسة العلوم، يمكن الحين ياخذونه في العلوم او لا، بس احنا على ايامنا كنا ناخذه وكانوا يحطون لنا المجسم ويدربونا. يعني كان مش بس ان ناخذ درس، لا بعد تدريبات تطبيقيه وعمليه نسويها داخل الصف، فهاي بعد اللي عزز قيمه الصحه عند الطلاب والطالبات. هي كلها ثقافه نيلة، مثل ما يعني من شوي تكلمنا عن المرور وحين تكلمنا عن الصحه، هي كلها تعزيز هاي الثقافه عند الطالبات. كل ما اجتهدنا اكثر في ان احنا نعلم عيالنا ان اهميه الالتزام بقواعد المرور، اهميه الالتزام بالامور الصحيه، وعلمناهم ان شلون تحافظون على صحتكم، شلون تمارسون حياه صحيه، شلون يكون هاي الشيء منهج تمشون عليه، بتكون هذه الثقافه السائده مثل ما قلنا قبل عند الجيل اللي ناشئ، فبيكون ان شاء الله جيل متعود على هاي الشيء وبتكون ثقافته اي هي هذه الحياه اللي احنا نتكلم عنها ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا فاصل اخير في حلقتنا وراجعين لكم، تابعونا.